الرئيس نجيب ميقاتي هو نائب عن طرابلس، وصل إلى مجلس النواب على لائحة الرئيس سعد الحريري، لائحة تيار المستقبل. لم يكن تيار العزم الميقاتي قد ولد بعد. بعد مسرحية القمصان السود في شوارع بيروت، كلف الأمين العام لحزب الله الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة في خطاب التكليف هذا. دولة رئيس كوامي قال لي: أنت تعرف أنني متقدم في السن وأن وضع الصحي على ما هو عليه. السؤال: هل أنا مرشح توافقي؟ التوافق يكون بالأداء. نهض ميقاتي من مقعده في كتلة المستقبل بطرابلس إلى رئاسة حكومة إبعاد الرئيس الحريري بدفع إقليمي سوري ومحلي من حزب الله، فهل هو وسطي أيضا؟ طبعا رئيس ميقاتي هو دائما بيقول أنه أنا أنتمي إلى الخط الوسطي. خلدون الشريف أحد أقرب المقربين من ميقاتي له نظرية غريبة في إثبات وسطية صديقه. يعني بعطيك مثال، القوى الوسطية في الحكومة اليوم هي عمليا شاءت قوى 14 إدارة أو لا، تعبر على طاولة مجلس الوزراء عن هواجس قوى 14 إدارة وتراعيها. تأرجع عدلك، لما تسمى الرئيس ميقاتي رئيس حكومة الكل بيتذكر أنه طلبات 8 إدارة كانت واضحة بإقالة كل الرموز اللي بيمثلوا رؤوس ل 14 إدارة في الإدارة، من مدعي عام تمييز لمدير عام أمن داخلي لرئيس فرع معلومات لأوجيرو للميدل إيست لكل هول العالم. عمليا اجت الحكومة ورئيس الحكومة حمى هؤلاء الرموز بعكس إرادة 8 إدارة. لكن أليس ميقاتي حليف الرئيس بشار الأسد؟ كل العالم تحالفت مع 8 إدارة والنظام السوري من يوم اللي ما كانت لألف حكومة بدون مشاركة 8 إدارة و14 إدارة في ذلك الحين. لكن بما يخص الوسطية، هذا يلغي الوسطية. ماني موافق معك. لماذا؟ أنا ماني موافق معك لأنه ما كنا حكينا شو هي بالتعريف الوسطية. الوسطية مش يعني أنت ما تاخذ قرار، الوسطية مش يعني أنت ما تقبل تروح على الحكم، الوسطية هي أن تحاول أن تخفف من المطبات السياسية المقبلة بسبب نزاع الفرقاء السياسيين. كتلة المستقبل اعتبرت ميقاتي خائنا للتحالف الذي أوصله إلى مجلس النواب، فهو غدر بالرئيس الحريري بحسب الكتلة. لكن لشهيب أيضا فلسفة تبرر هذه الخيانة. الرئيس ميقاتي اجى من 14 أذار، ما اجاش من 8 أذار. كلمة الخيانة أنا يعني ما بحبها، يعني خلينا نقول في ظروف سياسية تفرض حالها. كان أفضل يعني في كان مطروح غير نجيب ميقاتي، يمكن لو وصل غير نجيب ميقاتي ما قدرنا نعمل حالة وسطية في ذلك الوقت. اثنين، ما تنسى كمان أنه بجولاته الخارجية كان يعني جولات تتضارب مع مصالح 8 أذار بالتأكيد، يعني موضوع فرنسا، موضوع أوروبا، موضوع الاتحاد الأوروبي، موضوع الولايات المتحدة الأمريكية، هيدي محرمات عند 8 أذار. ألم تكن لحماية ظهر 8 أذار دوليا؟ أبدا، هي لحماية البلد داخليا من الانجرار إلى أي فتنة. الرئيس سليمان الذي جاء نتيجة السابع من أيار هو زعيم الجبهة الوسطية. الرئيس ميقاتي الذي انقلب على كتلة المستقبل وشكل حكومة من لون واحد هو الركن الثاني في الوسطية. في الحلقة الرابعة أسئلة عن الركن الثالث وليد جنبلاط، أو الرجل الذي يمشي مع مسدس وسطي في رأسه.